بايوتنس اليوم رح نتعرف اكثر على ايدي الشويري. ايدي الشويري استاذ جامعي بالتصوير الفوتوغرافي، اليوم معرض جديد له كمان رح نشوفه سوا ببيت الدين. صباح الخير ايدي. صباح الخير. نحن مش اول مره اكيد بنعرفك بالمعارض، معارضك دائمه كل سنه تقريبا بيكون في معرض هيك. عم هي هيدي الثالث سنه ببيت الدين. اول مع سريعا اول سنه كانت على الترينات بلبنان، سكة الحديد واخذ رواج، وهلا صورنا احنا بالمطار مع جمعيه ترين ترين. السنه الماضيه كان مع زهر خصيني المهندس، كان على شوف الاعلى الكنوز الشوف الاعلى. والسنه هو على جبران، اردت انه حجزت الصاله من السنه الماضيه، الصالتين اللي عندنا هن ببيت الدين، الصالة الأولانية على جبران التام. وجبران هالمرة مش اللي كل الناس بتعرفه يلي هو الكاتب، هالمرة الرسام. الرسام عالميا، إيه حتى عالميا مش كتير معروف، وهذا الشيء اللي جربت وحبيت اني ضوي عليه. هلا بما انه هو رسام وانا فوتوغرافر، جربت العب على هيدي الدواليتي، على هالثنائيه هيدي. وهذا الشيء الغريب، يعني كنت انا عم بحكي معك قلت لك انه شو يعني كيف جمعت اثنين، ما هن اوريدي مرسومين يعني. صحيح. بالجاليري الاولانيه بنشوف 15 لوحه ببيت الدين الاصليه لجبران، وهون الشكر بالفعل الكبير للكوميتي تبع جبران مع دكتور شيديا، والميوزي المتحف تبع جبران مع مسيو جوزيف جاجا اللي امنوا لي انه ننقل 15 لوحه. هيدا جبران يعني تراث لبناني، هيدا ما بينلعب فيه، يعني حامل 15 جوهر الواحد عم بنزلهم من بشري من الميوزي لبيت الدين. والشكر اكيد اكيد الكبير لمدام جملات انه فسحت لي كمان المجال انه نرجع نعرض ونعرض جبران يعني. واكيد كل بالاساس ادي كيف يعني كيف الفكره ودتك exactly. جبران. انا صار لي 4 سنين عم بطلع على بشري بهيدي الفكره، انه بشري كلاندسكيب كطبيعه هي الميوز، هي اللي بتخلي جبران يستوحي الرسومات تبعه. كل اللي عملته هو انه شلت البلان الاولاني اللي بنشوفه هون فور اكزامبل، هيدي اول بلان، الاوبجي الاولاني اللي بنشوفه شلته، اذا مشيله شو بيبقى؟ بشري. وهذا الغريب انه اكزاكتلي مش بس بشري، كل اللي حواليها. في عندنا شغله اللي عجبتني اكثر واكثر، انا عم بعمل البحث تبعولي، انه جبران مش حامل شوفاليه وقاعد بالارز او بتوتوتور او بالجبال او ببشري او عم يستوحي عم ينقلهم ما عم ينقلهم تماما. هيدي من ذكرته، وهيدا اللي اكثر دفعني انه شو بقولوا انه تو بي ان شوز، يعني طلعت على نفس الخطى اللي كان يبرم فيها من وراء قراءتي لجبران، كنت اعرف الى حد ما وين كان يروح وين كان يجي توتوتور بشري. يعني باي مناطق تحديدا هو بشري؟ بشري كبيره بس كمان الجرد لفوق. واللي عجبني انه لما رجعت مؤخرا بعد ما على 4 سنين صورت، وصورت اكثر شيء تام اساسي اللي هو الخطيطه. ليش؟ باعتباري كثير قبل كل شيء اول ما تشوف خطيطه بتقولي بيوحي لك اول شغله لجبران ارواح المتمرده. يعني هيدا بلان ان اذا بدي. اذا بنرجع بنوسع شوي اكثر الكونسيبت اللي عم نشتغل عليه كفوتو، هو قديش بتمثل الخطيطه، وخاصه كنت عم بطلع ماي جون، هل لانه الخطيطه كثير بتحرك بايار وحزيران يعني حتى بالصيف. صحيح. بس اكثر هول الشهرين لانه الخطيطه كثير بتلعب فوق بتتحرك، وخاصه البلان الاساسي اللي من احلى بلان حطيته بالبوكلت، وهون الشكر الكبير لمسيو رعيدي اللي طبع لنا اياه بهالهاي كواليتي. البوكلت كان عم يتوزع ببلاش على فوقه بالاكسبوزيسيون. اخذت هيدي الصوره اللي هي اللي بتمثل فعليا الكونسبت تبع الكتاب يلي هو الكتيب تبع الكونسبت تبعولي، هي المتحرك. الخطيطه اكزاكتلي exactly. الخطيطه هي روح الفنان، روح جبران. حلو. جبران الثائر على شو؟ على الجبل اللي عم نشوفه هون اللي مسنن وقاسي، وهلا مساق في صليب فوق بس ماشي الحال، كمان حتى كان سائر على رجال الدين جبران. فعليا هيدي الصوره بتمثل روح جبران الرسام والفنان. بس يعني اذا الشخص يعني ما بعرف قد ايه عم نشوف تفاصيل على الشاشه، تفاصيل الجبل هالتحديد يلي بالجبل وهالطريقه التصوير كمان يعني قد ايه رمزيه. صحيح. عم نشوف الجبل من فوق كانه هيك مرسوم بخط قاسي جدا 100%. ليه؟ هلا مش هو مرسوم، هلا هو هيك. طبعا هيك اكيد بس مبين اكثر هون. هذا البلان اللي عم تشوفيه وفرجيتكم عليه، هو البلان هذا اخذه بعتقد عندي شيء 40 نسخه منه على 4 سنين.
لا زبطت معك اخر وحده كمان إيه. الغلاف يلي صممته للكتيب يلي فعليا تريبيو تو ماذرلاند حطيت مع انه هيدي بالغلط مش بالغلط انه طالع مش تصور الوادي لانه خلص اعتبرت حالي مصوره بس لما كنت عبر برجع بعمل الريبرودكشن وهو بنفتح الليلين فسرت لك شوي باول صاله شوفي عنا ال15 لوحه الاساسيه تبع جبران الجنوين الاوريجينو بالصاله الثانيه هيدا المعرض اللي بنشوفه وفي اشياء كنت عم تقلي ادي ما انعرضت ابدا قبل مزبوط مزبوط بالاوريجينو يعني اول مره بتنعرض صحيح نعم بالصاله الثانيه بتصير الريبرودكشن اللي مصورهم لجبران ولوحة من عن جبران رسمها ونقيت من متحف جبران بس اللوحات إنه علاقة باللانسكيب نشوفهم أكيد بالكتيب هون صحيح مثلا مثل هيدول بتلاحظي دائما اللي نقيته مش أقرب مش بورتري نقيت لانسكيب الاكسيبسيون باستثناء هيدي الصورة الرائعة وهو اللي الناس ما بتعرفهم هيدي الشكل الكبير لنجيب نعيمي اللي هديني هيدي الصورة هدية جبران هن سبع لوحات مش بالمتحف جبران هن عند نجيب نعيمي القيم على تراث ميخائيل نعيمي لميشا مثل ما بحب يسميه جبران صورة لميشا هديها جبران بال 1922 اذا ماني غلطان هو رسمها بايده بس برجع بقول لك انا اللي طايله هون بالصورة يمكن 50-60% لما بتشوف التابلو بتشوفي بالفعل مع انه بقلم رصاص قديش فعليا جبران بحبوا لميشا تم صوروا بهالصفاء بهالصفاء وكأنه يعني منشوف كأنه 3D مبين يعني هيدا الشيء الغريب بالبورتري يعني وكأنه طالع عم بيقلنا شيء تالت دي هي شعور جبران صحيح يعني هيدا الواضح من هالبورتري اللي جربت تصور لنا قد ما فيك بطريقة شفنا لاندسكيب أو الأراضي الشاسعة ببشري يلي مبينة دايما بالباك جراوند برسومات جبران قديه بتتغير قديه شفت تغيرات بهالاراضي في كلمه حلوه لفيلسوف بريسوكراتيك هو اللي نيتشي بحبهم كثير اسمه إراكليت بيقول ما بتحط اجرك بالنهر مرتين بنفس النهر نعم. على طول النهر بتغير ومشان هيك طلعت على 4 سنين وانا برايي لازم تطلع وبعدي على طول عم بطلع لانه كل مره بتطلعي فيها بتشوفي الضوء مغير اللون بس انت مش من بشري لا انا لبناني بكفي انا بشري بقلبي يعني يعني قد ايه بشري هالقد بتعني لك لحتى لي هالقد صرت انت وياها من دبجي مع بعض بتعرفي في 4 اقسام في قسم بشري قسم الشوف قسم البقاع قسم الشمال وبالنص جنوب بقى اكيد مثلا اخر كتاب عملته على صفر بقى اول ما يشوفوا الكتاب هو على سريعا يعني بكلمتين هو على الاوتيل اللي عمره 1892 طلع عليه امين ريحاني 1908 وشحطوه بلا في تقري بقلب لبنان دائما يفتكرون انا مسافر يا اخي لا سافر بتعنيني بعنيني لبنان ولبنان فيه كثير اشياء هيدا الانتماء الكبير اللي عندك ادي حضرت لنا فيديو صغير صحيح. رح نشوفه سوا بنفهم بعد اكثر هيداك إن شاء الله تكون عجبتك الموسيقى هي لنسيم معلوف ترومبيتيست أغلبية السلايد شو اللي بعملهم كتير بحب إنه حط هالترومبيت الإلهية بسميها لا ترومبيت ديفين تبع الأستاذ الكبير بالترومبيت اللي شرق الترومبيت نسيم معلوف ما هو كله الباكج بخلينا ننتقل معك لهيدا العالم يلي أنت قصدت إنه تنقلنا لإله جبران رسم كتير اليوم قدي عنا ببيت الدين أو بلبنان حتى العدد المزبوط ما عندي فكره قديش بس انا برجع بقول لك لانه نقيت من المتحف نقيت اللوحات بس انه علاقه بالطبيعه باللاندسكيب بالبيزاج انا وعم بشتغل اكتشفت انه في لوحتين او لوحه
الوزير الثقافة السابق سليم وردي قال لي إنه في لوحة لجبران هدية مسيو سليم لا وزارة الثقافة ونعرضت بالكاسليك من تقريبا من شي 9 سنين تقريبا. نعم. بقى تراث جبران يعني أنا بعرف أول ما نحكي عن تابلويه جبران مطلع على الميوزي ما فيك تتخيلي قديش منكتشف إنه جبران منتشر بالعالم. كمان في شغلة كتير حلوة لازم نذكرها بالمتحف بالجاليري الكبيرة الطويلة هي في عارضين بطاولتين النسخات الترجمات لـ The Prophet. تعرفي الـ Prophet الكتاب هو من أكثر الكتب المترجمة بالعالم وبتتفاجأ قديش منتشر كتاب جبران The Prophet وهذا شيء بيعز بقلبنا يعني وبنرجع نتفاجأ أكثر وأكثر قديش منتشر صوره يعني الصور الفوتوغرافية اللي له قال لي مع الأسف نحن ما عندنا هني يعني حبيت أخذ شو صورة بهاي ريز اللي له تنعرضها فوق من الليل وهذا السعي اللي عم نسعي مع الكوميتي أنه نرجع نسترد أكيد هذا تراثنا هل ممكن نقدر نرجع نسترد هلا هذا متاحف بالعالم هذا الشغل هذا الشغل اللي كل يوم عم يشتغلوه مين بيشتغل الكوميتي لجنة جبران والمتحف تبع جبران أكيد أكيد الله يرحم بروفيسور كيروز كان من الأوائل اللي كتبوا ونعمل شغل مع سليم وردي الوزير الثقافة السابق على هيدا الشيء على نبرز جبران الرسام لأنه ما كتير معروف عالميا هذا اللي عم جرب نعرفه هذا عم جرب ظهره كنت ببيت الدين أدي أدي رسوماته بتشبه كتاباته يعني من بعد هالتعمق هالقد سؤال كتير كتير حلو لا بالفعل بتشوفي حتى النوديتي العري اللي عن جبران منه عري إباحي أو عري إيروتيك هو عري بالفعل إلهي يعني مثل ما الله خلقه الواحد يعني ولا مرة بتطلعي بجبران بتشوفيه في تبوية عن جبران هذه شغلة كتير حلوة ومبارح آخر الزوار عنا كان وليد عبود صديقنا العزيز كان عم وخبرني شغلة إنه جده مارون عبود كان يوصف جبران بكاتب الضباب. نعم. أنا سمعت هالكلمة مثل إجت كأنه صدقت سولي. Exactly. على لأنه شغلك. بالفعل يعني مش هيك أنا نقيت بصوري بالمعرض الثاني في قاسم مشترك بكل الصور اللي أنا مصورهم هو الضباب بالفعل جبران هو ضبابي ثائر عم بحكي كنت مرة مع الله يرحمه سعيد عاقل بقول لي كنا عاملين أول كتاب على جبران بالجروب على الشروط تبعنا الماتريس قديش دور أمه لجبران إنه تخيلي مرة رحم الأم مرة لحالها تترك تروح من هون لأمريكا بالببور أو ما بسموها ببور لأمريكا وتربي 4 أولاد لحالها بقى هذا واضح كان هالشيء على كل حال 100% بكتاباته وحتى هون برسوماته بس برسوماته منشوف الثورة منشوف الترانسندانس التصاعدية منشوف أهم شغلة الفلسفة جبران يلي هي رمزية مثل ما بتعرفي جبران كتير بأيمن بالتقمص إنه أرواحنا وصديقه ميشا كمان نفس الشيء إنه الروح إكزاكتلي مخيل نعيمة أنا بحب كتير لما سمعت إنه كان عيطله ميشا بطلت عيطله مخيل نعيمة صحيح جده ميشا مثل ما بعيطوله بالبيت فوق قديش فلسفته نظرته للكون انه بدك تتصفى بدك تمرق بكذا مرحله تتوصل تتصير المصطفى نعم على كل حال المصطفى على كل حال الضباب هو بيساعد لننتقل لهيدي الحياه اللي مش كتير واضحه بركي مش كتير كان عايش على الارض ادي وتبهي ضباب مش حيط نعم او خطيطه بتلعب اوقات بتكون ترانسبرنت هذا الحلو فيها شكرا لك ايدي شكرا على الشغف اللي اعطيتنا اياه اليوم اهلا وسهلا فيك المعرض موجود ومفتوح للجميع باقي لسنه الجاي المعرض الصغير باقي لسنه الجاي المعرض الجينوين لازم بتسكيره الفستيفال بيت الدين هون شكل كبير كمان مره لمدام جملات اهلا وسهلا فيك ايدي شكرا لك بريك قصير ومن بعدها بنكون مع ايت سمارت